إذا أين ولي أمرك يا ابنتي؟ أنا ورامي، أنا ورامي كنا بالضيعة لعند أهلها يا فرح، عم أمها رضعتنا يعني إخوات برضاعة. لا كلا بعيد الشر يا شيخي، كل واحد منا رضعان من صدر شكل. بعدين أنا يبدو لك من حلاسي أني ولي أمرها. ولي أمرها؟ ويحك ويحك ثم ويحك ثم ثكلتك أمك. وهل الرضاعة معترف عليها في الأوراق الرسمية؟ أعطني بطاقتك الشخصية يا ابنتي. تفضل شيخي. والعريس أيضا، أعطيني بطاقتك الشخصية. إيه تكرم عينك شيخي، أعطيني ضبط الشرطة اللي هاي ضبط الشرطة، تفضل. وأعطيني وصلها وهي الضاية، وهذا الوصل كمان عملته بمخفر هيك على كيفك يعني. لا تصلح لا تصلح، وما الذي يثبت لي أنها لك؟ أريد شيئا يثبت عن شخصيتك. كمان تكرم عينك، أعطيني شهادة السواقة. شرك. لا يكفي لا يكفي يا بني، أخاف أخاف أن أعمل عمل زور لا يرضي الله ولا يرضي ضميري. أرجوك شيخي شباك، شو جاي تتوب عنا؟ رح أعطيك التأجيل وما عاد معي شي غيره. أعطيني التأجيل، يعني أعطيتك وصل الهوية والضبط وهي تأجيل دفتر الجيش. حسنا، وأين الشهود؟ أنا الشاهد الأول. وأنا الشاهد الثاني، أتريد منديلا؟ حسنا حسنا، بقي لنا ولي أمر العروس. أنا وليت أمر للعروس. والله لألعن أبوك يا عبو اللي جابك يا بنت الصرماية. تروي تروي يا امرأة. لا يا جماعة طولوا بالكم، طولوا بالكم. لا يا جوز يا جماعة، دخلتوا أمي. الله يوفقك، والله بجي كل يوم جمعة وبعزل لك البيت. لا يا الله، بجي كل يوم سبت وبعمل لك مساج وبجيب لك مونة كاملة، وشو ما بدك تساوي لك؟ خلاص عم أقول لك لا. أيوة أنت شكلك مالك مصلي على النبي بنوبها، بدك يعني أم جن وتحبش الدنيا؟ أو لأقول لك عايمة أرجع ألبس ثياب الشباب وأرجع أمرض من أول وجديد. لا لا خلاص وافقت، بس بشرط تيجي أنت وياه بتعيشوا عندي بالضيعة. ليش عنا مكان تاني نروح عليه؟ حاضر تقبريني، الله لا يحرمني منك. وإن شاء الله ألف ألف مبروك.
هي دخيل عينك على هالرقصة ما أحلاها. شكرا تقبرني على هالمفاجأة الحلوة. عفوا ولو حبيبتي. إن شاء الله بيسلم لي الرقص المخبص الحضاري أنا. بس عمري مو أنا اللي جبتها. شكرا سيزار. لك لا شكر على واجب حبيب فريد، بس أنا ما خصني بالموضوع، هي حركات ياسمين. مرسي بس لا أنا ما بعرفها كمان. طب انت مين؟ لك أنا لوليتا تيتا تيتا تيتا. أنا أهم راقصة بالشرق الأوسط وأكبر هزازة بحاراتك يا بلد. والله أنا الأشلطة هي والزفلة وقلة الأدب بنوب ما بحبها. شوفي فرح، هلأ بدك تطلعي؟ بدك تروقي على حالك شوي. بعتلك حمى شو صار لي؟ وليه؟ أنا عم تقولي لي بعتلك حمى؟ إي بعتلك 60 حمى. لك صحيح مو انتي اللي عندك بيت براس التلة خربان الزفت اللي قدامه وخزان الكهرباء كلياته مقطع وصار لك شهر بلا كهرباء؟ ايه قومي لحقي حبيبتي، بعتلك الشباب يصلحوا لك الكهرباء ويزفتوا لك الطريق، يلا ساعة زمان بيكونوا خلصوا. قومي. عن جد يبعث لي حمى وستين حمى يا سعاد مانع. ان شاء الله الف مبروك. تقبريني هلا، طمنت عليك. هاتي بوسه. مبروك سهري. الله يبارك فيك يا حماتي. لنروح لك اشوف الطريق، وبس بدك تجي لعندي خبريني. ها لكم. يلا باي باي. يبعث لك الهنا يا لوليتا، دايما ملعب الكل على اصابعك العشره. ايه حبوباتي، وهلا اجا دوركم. فوفو حبيبتي قومي فيكي. فروحة فروحة إن شاء الله إلهي ربي يسعد لي هالصباح. صباحك تقبرني. صباحك شو؟ صباحك تقبرني. لا اكيد لا. جيت لوليتا يلا. قايمين. مبروك مبروك يا عرسان، مبروك. سهلا بست الكل. ميرسي ميرسي. لا 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 أحلاكم. تتهنوا تتهنوا يا حبيبتي. شكراً لك. كتر خيرك، بس يعني نحن بدنا نفهم إنه أنت ليش هيك عملتي. لا يا حبيبتي ما في شيء من واجبكم، هلأ بتعرفوا بعدين. المهم هلأ إنه أنا دفعت أجار الشهر كامل، وإذا عجبتوني رح أشتري لكم إياها الكون. ليكي أمانة إذا اشتريتيها اشتري لي معها فستان العرس أحسن ما رجعوا للزلمة يعني. لك أمو على عيني، هي على فستان. تكرم عينك، من بكرة بتنزلي بتدفعي حقه كامل وبتتشخلعي فيه يومين كاملين. اشتري. اسكيزمي من خسرك ست لوليتا، بس حضرتك بتعرفينا شي من قبل؟ طبعا حياتي وعز المعرفة كمان. طب انت لا تكون عم تضحكي علينا. عفوا شو قلتي حضرتك؟ لا 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 بدك تنتبهي كثير لكلامك. انا صحيح بمزح وبهز وبرقص، بس كلمتي مثل السيف. انا كثير حبيتكم يا جماعه، واذا سمعتوا كلمتي وكنتوا مثل ما انا بدي
رح ارفعكم لفوق لفوق فوق 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 الاساطيح كمان. فوق الاساطيح يعني حرمية. شو حرمية؟ من وينك عايشينه هذا؟ عن جد كتير مهضوم رفيقكم. دخيل خسرك ست الكلمات واخزي، هذا أهضب حمار ممكن تعرفيه بحياتك، اعتبريه كومبارس. اوكي كومبارس كومبارس. ليش ما نتعرف؟ وين المشكلة انه نتعرف؟ لا انت لسه ما بتعرفني، ولك انا لوليتا تيتا تيتا تيتا. انا من فضل رب العالمين عندي 13 كازينو واربع كباريهات. وانا سيزار بفضل رب العالمين اوسخ لميم نقطة بالشرق الاوسط. لا ما انك طبيعي، انت مهضوم حبيتك. لك عيني، انا ما ساعدتكم بدون مقابل، يعني انا بعرف كل مساعدة في إلى مقابل، اوكي؟ ومثل ما انا هلا ساعدتكم رح يجي الوقت يا شطور وانتو كمان تساعدوني. طيب ايه بساعدك، بس انا ياسمين. انت ياسمين ولا سيزار؟ حددت. لك لا مو هيك قصدي، قصدي انه انا كنت معجب بهي السرنوه اللي اسمها ياسمين. بس اجت من وراي ورشت لي مي بارده، كونه انت ساعدتينا فانا قررت ساعدك، يعني هيك اتجوزك اخذ مصاريكي استر عليكي. شو قلتي؟ انت تستر علي؟ لك مهضوم انت صاير يا ولد، لك مهضوم انت. لك لا. روح العب ماما، روح روح العب. دخيل خسرك يا ستنا، دخيل خسرك. رفعت شبك شبك وانت شبك. هاي غرفتي. بعرف انها غرفتك بس والله ست لوليتا دفعت عن الكل مو بس عنك يعني، وهي غرفتي وبدي نام فيها. حبيبي رامي بعرف انه هي دفعت عن الكل، بس انت اليوم نام بالصالون وبكره بتجي بتنام بالغرفه. ايه حاجه تعضعض على شفايفك، مفكر بهالحركات رح تغريني؟ ما رح نام غير بتختي. كيف بدي فهمه لدب الهيش هذا؟ رامي انقبر، تذكر انا مبارح شو كنت لابسه؟ فستان ابيض واسع من تحت وفي طرحه بيضاء. ولك ما بدي تشرح لي، بدي تعرف انه انا وفريد هلا عرسان. وصلت ولا لسه؟ ايش دخل انكم عرسان بنومتي؟ رامي خيي فهم علي، العرسان اول كم يوم بيتركوين لحالي مشان يفوتوا على الغرفه يعملوا عيله. بس هاي الشغله بتصير بالليل مو بالنهار. على كل الاحوال انا قلت لحالي يعني بنام بالنهار مشان سلمك الغرفه بالليل. انقبر اطلع لبرا احسن ما خلص عليك. خلصنا بقى ولك اطلع، عيب عليك ولك استحي عدمنا. لا بدك. طب انت شو عرفك كل هاد؟ انت اخت لماجي فرح؟ هذا الزلمه شكله كان غايب لما وزعوا الزق. حبيبي هلا زمن الرقاصات. لا حبيبتي كل شيء للشرف، صحيح الحياه لعنت ابو شرفنا بس كل شيء للشرف، فهماني وليه؟ كل شغلكم ودراساتكم هي كلها لبعضها ما عم تعيشكم.